على دمار هائل استفاق مخيم نور شمس في طول كرم شمال الضفة الغربية. شبكات الكهرباء والمياه دمرت بالكامل، فيما دماء الشهداء ما زالت تخضب شوارع المخيم. أنا ابني واحد منهم تصفاي صفوه بثلاث رصاصات قدام عيني يعني. وبكيت أنا وياه بالغرفة، قالوا له تعال معنا، وطلع معاهم في مسلحين كنه أو شاكين يعني، وحطوا درع بشري وطخوا. هنا حارة الشهداء، إحدى حارات مخيم نور شمس التي شهدت معارك طاحنة بين جنود الاحتلال والمقاومين. في هذا الزقاق ارتقى شهيد، وفي هذا المنزل كان هناك شهيدان. بقيا على الأرض لثلاثة أيام، وفي الزقاق المقابل ارتقى أربعة من الشهداء، فيما هذه المنازل دمرت بشكل كامل. حجم الدمار كبير جدا، ولا يزال مخيم نور شمس يلملم جراحه بعد انسحاب قوات الاحتلال من أزقته. الحاجة حمدة لم يشفع لها كبر سنها ولا وضعها الصحي، فاقتحم جنود الاحتلال منزلها واعتقلوا ابنها واحتجزوا جثامين اثنين من الشهداء في منزلها. هذا ابني جاب واحد من برا حرام لي يومين، وواحد الجيش طخوه جابوا حطوه بالصالون هين عندنا. ليش قعدوا الشهداء عندكم؟ ليلتين على علمي، امبارح بالليل مش الخميس والجمعه والسبت محاصرين الجيش عندنا. ما طلعش الجيش خميس جمعة سبت، ما طلعش إلا الساعة 8 بالليل، شو بدهم يجوا أهلهم الشهداء. أما هذا المنزل فقد تحول إلى ساحة قتال، تحصن فيه جنود الاحتلال واتخذوا أفراده دروعا بشرية. الجيش فتحوا الباب علينا بالقنابل، بلش يدخل إحنا فوق، أنادي من فوق أقول له إحنا في جماعة فوق، إحنا دارنا فوق، أنا عندي بنت صغير، عندي باب صغير فوق، أنزل طب نزلوني، يقول لي لا خليكم فوق ويطخوا. وقف على الدار صار تخو على الدرج على الصالون مباشر. وبينما ودع المخيم شهداءه عم الإضراب مدن الضفة، فيما توعدت فصائل المقاومة بما فيها كتيبة طول كرم بالرد على جرائم الاحتلال في المخيم وأنحاء الضفة الغربية. مسلم سلمي من مخيم نور شمس في طول كرم، الميادين.